السلام عليكم الخوت، هذه الحلقة من الكونتينياسيون ديال الحلقة ديال السلسلة ديال اواس توي شوب. المهم دابا غادي نخدمو شي حاجة بسيطة، مثلا دخلنا مثلا سكور بورد اللي كاين هنا، انا عاود نجبدها من جنب. سكور بورد غتلقى هنا واحد الدوم اكس اس اس غتخدمها. شنو هي الدوم اكس اس اس؟ الدوم اكس اس اس هي ملي كدير واحد الاش تي ام ال فواحد الانبوت، ديك الانبوت كتكون مسؤولة على واحد البلاصة، على واحد القطعة في لابليكاسيون. وشنو دابا لابليكاسيون ما كتخرجش لك داكشي اللي معتاد لابليكاسيون دير، كتخرج لك داكشي اللي بغيتي انت، تولي كتحكم في لابليكاسيون. مثلا دابا مثلا نقلبو على مثلا جويس، وخرج لنا بزاف ديال الحوايج. مثلا اجي نقلبو على بانانا، خرجتنا بانانا، ولكن اجي نديرو هاد الكود هذا اللي هو اي فريم سوس جافا سكريبت. وشنو طبقنا جافا سكريبت؟ الالرت، الالرت غادي تسد ولا ما غاديش تسد؟ ما يسدش. سو غادي نديرو هكا، غادي تحطنا هاد الاكس اس اس. مثلا الى بدلنا الكود، مثلا درنا مثلا هلو وورلد، مثلا هلو اكس اس اس، عطيتنا هلو اكس اكس، كتولي انت كتحكم في لابليكاسيون. وهادي علاش كتصلح هاد الاكس اس اس؟ هاد الاكس اس اس كتصلح مثلا ملي كتقلب مثلا بحال هكا، كتجيك واحد الكود، الكود هنايا او لينك، كتجي كتعطيه شي واحد كي طيب شي واحد بحال هكا وكيخدم له. هنا عطاني حضرني هذا، قال لي راه كاين واحد اكس اس اس تما، غندير الله ديس ريكويست بحال هكا. هنا خطر، فهمتي؟ خطر ديزابل ريستريكشن الله ديس ريكويست سير. شوف دابا مثلا هيجي شي واحد ما عارف والو، غيدير هاد اللينك، اجي هلو اكس اس اس. وهذا مثلا بحال قلتي، مثلا كتلعب انت بواحد السيت وكدوزو مثلا شي واحد، وكي مثلا نقدر مثلا فهنا هنا في سكريبت مثلا تقدر دير مثلا واحد المود باسورد ديالو، تلقاه تيصيفطولك انت لواحد اللينك بلا ما يعقوه. اما خوتي نخدمو هاد الحلقة هادي تال الحلقه الجايه ان شاء الله. سمحوا لنا حتى نتعطل معكم في السلسله ديال اواس بجوي شوب، ولكن كنخدم مع في لارافيل، وحتى الحلقه الجايه ان شاء الله.